ومن أنكر عمل المولد بدعوى أن الرسول لم يفعله يقال له تنقيط المصاحف وعمل المحاريب المجوفة لم يفعلها الرسول، فهل تنكرها أم تتناقض فتستحسنها وتنكر عمل المولد؟ إخوة الإيمان، شكرا لله تعالى على بروز سيدنا محمد لهذه الدنيا. يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ولادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. صلي يا صاحبي.